لان انت مبرم وياي عقد والعقد ما صار المفعول. شلون تجي انت اليوم ما متعاقد وياك سنه خمس اشهر اعطيك على القديم بعدين اجي اغيره؟ ماكو عقد. هسه افترض كل العالم واسال عمي كل اسال القانونيين اسال المحامين يقول لك ماكو عقد. انا مبرم وياك سنه وعقد تشغيلي من سنه الى سنه هو يتجدد تلقائيا. انت فاجئتني بهذا السلم الجديد اللي هو قرار هيئه الري. هو هذا قرار هيئه الري. خليني اقول لك شغله واحده، هذا الرفض شهر السادس من رئاس الوزراء مصطفى الكاظمي لغى هذا القرار، قال الغاء قرار هيئه الري ويرجع على على السلم القديم. ترى ما سووه بينا قبل، اعطونا 250 هم سووا 11 و12 لحد الان اعطونا على سلم جديد ويطلبون فروقات ويطلبون فروقات. يعني هم سبقوا وسووها ويانا، لا هم سبقوا وان سووها، يعني هاي المره الثانيه سووها ويانا. زين انت رئاس الوزراء لغى هذا القرار، زين انت يا وزير الكهرباء واللجنه بالوزاره الكهرباء انتم لما رحتوا قعدتوا ويا اللجنه الماليه هاي الفتره قبل لا تنقرض الموازنه، مو اللجنه الماليه دعت كل الوزارات تعالوا يابا اقعدوا ويانا، انت ايش عندك؟ ايش ما عندك؟ انت غير تعطي الاعداد تعطي القوام، يابا ترى انا عندي هالقد عقود، عندي هالقد ملاك وعندي هالقد اروح اثبتهم. زين انت لما تروح انت غير تعطي الاوليات للوزاره، الوزاره الماليه تقول لهم هذا اللي عندي على مودي على مودي يخصصوا لك تخصيص المطلوب مال سنه كامله ما عدا الجبايه. ما تجبر اخي، احنا عندنا قرار مقاييس وعندنا جبات وعندنا الطب فلوس خير من الله للوزاره. المجموعه هسه المجموعه كلها مشموله بالقطع وهذا كل كل حتى يعني حتى ابو البكالوريوس وابو الاكاديمي وابو الاعدادي وابو المتوسط والامي كلهم كلهم الكل الكل يعني دكتوره يستلم 350 الله يرضاها دكتوره وخطوره واداري وهذا المناوب وهذا الفني يعني الله ما يرضاها والله. واحنا رمضان والعالم صايمه 350 بالشهر. وانت قيس ابو عائله وتريد من عندي دوام وتريد من عندي التزام وتريد من عندي حضور. زين انا 350 وين احطها؟ وين احط خطوره هاي عداك من خطوره. زين انت عندكم ايش قد والله؟ خطوره 30% حاطينه هسه حاليا حتى خطوره وحتى الجمعه والسبت جمعه والسبت هم طلعوا لاغينها. والله شنو يقولوا انتم عقود؟ وينكو عقد جمعه والسبت؟ وينكو؟ انا مناوب المناوب ما له جمعه والسبت وعيد مناوبين ما عندنا عطله.